السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم محمد الغمري، فرقة تانية على كتابية جنب بنها. إن شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض عن السكشن الرابع بعنوان Convexlens. الحقيقة اللي هنتكلم عنها النهاردة في السكشن بتاعنا الـ Aim of Theory، الهدف من التجربة، Light Wave Properties، Definition of Lens، The Convex and Concave Lens، وهنفرق بين Convex و Concave Lens اللي هي العدسة المحدبة والعدسة المكعبة. الهدف من التجربة بتاعتنا Determination the power of the convex lens، تعيين قوة العدسة. النظرية، أول حاجة هنتكلم عن الضوء. إيه هو الضوء؟ It is a transverse electromagnetic wave consisting of magnetic field and an electric field perpendicular to the each other and perpendicular to the direction of propagation of the wave. دي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية مستعرضة تتكون من مجال مغناطيسي ومجال كهربي متعامدين على بعضهم ومتعمدين على اتجاه انتشار الموجة. خصائص الضوء خمسة: واحد ريفلكشن الانترفيرنس بروبرزيشن والديفراكشن الانكسار والانعكاس والتداخل والاستقطاب والحيود. تاني حاجة ديفينيشن اوف لينس، تعريف العدسة. A piece of glass or any transport material causing refraction in light ray falling on one of its sides. دي قطعة من الزجاج أو أي مادة شفافة تانية ذات تحكور أو تحدب في أحد سطحيها تحدث انكسارا للأشعة الساقطة على أحد وجهيها. بعد كده هنقارن بين العدسة المحدبة والعدسة المكعرة. العدسة المحدبة اللي هي الكونفكس لينس، والعدسة المكعرة اللي هو الكونكيف لينس. أول حاجة العدسة المحدبة دي formed by intersection of two spheres، إنما العدسة المكعرة formed of separated two spheres. تاني حاجة ودي مهمة، a lens which is thinner at the center than the edges. العدسة دي بتكون سميكة من المنتصف ورقيقة من الأطراف، إنما العدسة المكعرة a lens which is thinner at the center than the edges، دي العدسة بتكون رقيقة من المنتصف وسميكة من الأطراف. خلي بالك من مقارنة العدسة المحدبة والعدسة المكعرة، لأنها بتيجي كتير جدا في السكاشن، وارد تيجي لكم في العمل إن شاء الله، وهي سهلة يعني. تاني حاجة من خصائص يعني العدسة المحدبة، ذا كونكيف لينس أور أولسو كولد كونفيرجينج لينس. العدسة المحدبة أيضا بتسمى العدسة المجمعة، انما العدسه المكعره تبقى العدسه المفرقه، ذا كونكيف لينس اولسو كولد دايفيرجنج لينس. ده شكل العدسه الكونفكس لينس اهيت اللي هي المحدبه، وده شكل العدسه المكعره. خلي بالك العدسه المكعره لها اسم تاني اللي هي دايفيرجنج لينس، انما العدسه المحدبه الكونفيرجنج لينس. خلي بالك من الاسمين دول. بعد كده هنتكلم لو سقط ضوء على العدسة أو قبل ما نتكلم عن الأشعة اللي سقطت على العدسة، هنتكلم أول عن كذا حاجة موجودة في العدسة اللي هي البؤرة والمركز البصري والمركز أو المحور الأصلي والبعد البؤري ومركز التكور، الحاجات دي كنا خدناها في إعدادي في العلوم. أول حاجة البؤرة اللي هي الفوكال بوينت، دي اللي هي رقم واحد، دي الفوكال بوينت. تاني حاجة ذا برينسز اكسس اوف ذا لينس، ده المحور الاصلي، والاوبتيكال سنتر ده المركز البصري، والفوكال لينس اوف ذا لينس ده البعد البؤري، والسنتر اوف كيرفيتشر ده مركز اوف ذا لينس ده مركز التكور، والراديوس اوف كيرفيتشر اوف ذا لينس ده نصف قدرة التكور، والباور اوف ا لينس ده قدرة او قوة العدسة. خلي بالك لازم نحفظ الحاجات ديت ونفهم اماكنها، عشان بعد كده لما الاشعة الساقطة نقول الاشعة الساقطة على العدسة نبقى عارفين كل اشعة رايحة فين ونعرف خصائصها. بعد كده لو سقطت الاشعة على العدسة هيحصل لها ثلاث حاجات. لو الشعاع اللي سقط ده هيكون موازي للمحور الاصلي هينكسر من خلال العدسه مارا بالبؤرة، انما لو الشعاع الضوء الساقط بالمركز البصري للعدسه، لو الشعاع مر بالمركز البصري للعدسه ده هينفذ على استقامته دون ان يعاني اي انكسار. انما الشعاع الضوء الساقط مارا بالبؤرة اللي هو هيمر بالبؤرة هينكسر من خلال العدسه موازيا للمحور الاصلي. ادي اول حاجه.
اللي هو الشعاع ده والساقط موازي للمحور الأصلي، أدي عندك أهوت، هيحصل له إيه؟ هينكسر من خلال عدسة مارة بالبؤرة، هيمر بالبؤرة. إنما الشعاع الضوء الساقط بالمركز البصري اللي هو تاني شعاع ده اللي هو الأحمر رقم 2، ده هينفذ على استقامته دون أن يعاني أي انكسار، بعكس الشعاع التالت بقى الساقط مرة بالبؤرة اللي هيمر بالبؤرة أهو، إيه اللي هيحصل له؟ هينكسر موازي للمحور الأصلي. بعد كده لو جبنا جسم وغيرنا مكانه أو حطيناه قدام عدسة وغيرنا مكانه لكذا حاجة، أول حاجة لو كان الجسم اللي هو الحرف اليو ده لا ما لا نهاية، إيه اللي هيحصل للصورة؟ هتبقى انفيرتد وريال ودايمنشن، يعني هتبقى مقلوبة وحقيقية ومهمشة. إنما لو الجسم محطوط بعد السنتر أوف كيرفيتشر هتبقى الصورة مقلوبة وحقيقية ومصغرة. انما الصوره لو محطوطه بعد مركز التكور ايه اللي هيحصل لها؟ هتبقى مقلوبه وحقيقيه ومصغره. بعد كده لو غيرنا مكان الجسم خليناه محطوط بين الفوكال لينس وبين السنتر اوف كيرفيتشر، الصوره اللي متكونه بعد السنتر اوف كيرفيتشر هتكون متكونه يعني بعده هتكون مقلوبه وحقيقيه ومكبره. انما لو رقم 5 اللي هو اليو بتساوي اف، لو كان الجسم ده عند البؤرة نفسها هتكون الصورة متكونة تخيلية وهتكون في نفس الجهة اللي محطوط فيها الجسم، وهتكون خصائص الصورة معتدلة تخيلية مكبرة. إنما آخر حاجة هتكون الصورة هتظهر في نفس المكان وفي نفس الجهة من العدسة اللي احنا حاطين فيها الجسم، خصائص الصورة هتكون معتدلة وتخيلية ومكبرة. خلي بالك من الست صور دول، ربما يعني الدكتور هيجيب صورة منهم مع عدة شهور يقول لك اذكر خصائص الصورة هنا أو ايه اللي حصل في الصورة. ده ممكن تجيبها لو انت هتمتحن عدة شهور. لو هتمتحنه زينا زي السنة اللي فاتت تجارب، فالدكتور مش هيجيب الحتة دي. ناخد بقى القانون بتاع المدرسة، ده واحد على اف بتساوي واحد على اكس زائد واحد على واي. اكس ده الفوكال اف، ده الفوكال لينس. انما الاكس دي المسافه بين الجسم بتاعي وبين العدسه، انما الواي ده المسافه بين العدسه بتاعتي والصوره اللي انا هبص لها او اللي انا هنظر اليها. ناخد بعد كده القانون بتاع اللاينر ماجنيفيكيشن اوف ذا لينس. it is defined as the rate of the high of the image to the high of the object. يبقى الام بتساوي imagine high على الاوبجكت high بتساوي اتش اي على الاتش او. خلي بالك من القانون ده. بعد كده هناخد الباور اوف ذا لينس، ده قوة العدسة، ده مقلوب الواحد على الفوكال لينس، يبقى ال بي هتساوي واحد على الاف. اليونت اوف ذا باور او وحدة القوة بتاعة العدسة الدايوبتر اللي هو الدلتا اور ام اس سالب واحد. بعد كده هنتكلم عن الريدس اوف كيرفيتشر، ده قانون الريدس اوف كيرفيتشر اللي هو نصف الكوتركولة اللي متاخد منها العدسة دي. ال r بتساوي 2 f بتساوي ضعف الفوكال لينس. بعد كده بقى هنعمل التجربة دي عملي. بعد ما نعمل التجربة دي عملي في فيديو الدكتورة شرحها يعني في السكشن، في هحاول احطه لكم مع الفيديو دوت او ممكن ما احطوش لو كان ده، لان ممكن اليوتيوب يمنعني حقوق نشره كده. الفيديو موجود على التليجرام يعني في السكشن الدكتور شرحه. اول حاجه الباراليز، تاني حاجه اللي هو الكونسيدينس ايماجين اون اوبجكت، هنجيب لمبه هيت ونعرضها للاشعه. او تاني حاجه احنا كنا اتكلمنا، او تالت حاجه كنا اتكلمنا عن الواحد على اف بيساوي واحد على اكس زائد واحد على واي، ده قانون اللي هو العدسه نفسها. ممكن الواحد على اف اللي هو بيساوي واحد على اكس زائد واحد على واي، ده يساوي 100 على اف. 100 على اف بتساوي 100 على اكس زائد 100 على واي، ده لو احنا خليناها بالمتر. يعني احنا كنا قلنا الواحد على اف ده اللي هو الباور، يبقى الباور كان تساوي واحد على اف، يبقى الباور بتساوي الاكس زائد الواي، يبقى الواي بتساوي اكس ناقص البي. خلي بالك العلاقة بين الواي والبي هنا علاقة عكسية. ممكن الدكتورة في السكشن او الامتحان لما يجي لكم يقول لك اثبت مثلا ان الواي بيساوي اكس ناقص بي، فانت تثبتها من القانون، لو واحد على اف بيساوي واحد على اكس زائد واحد على واي،
وتقول 100 على F بتساوي 100 على X زائد 100 على Y لو خليناها يعني بالمتر، يبقى البي اللي هي مقلوب الواحد على F بتساوي X زائد Y، وتعدي الواي الناحية التانية بعكس اليسار يبقى الواي بتساوي X ناقص B. بعد كده الصورتين اللي جايين دول، احنا اول حاجة عايزين نجيب البي افريج اللي هو القوة بتاعة العدسة دي، عايزين نجيب المتوسط بتاعها. هنقول البي واحد اللي هو على محور الصادات، والبي اتنين اللي هو على محور السينات، يبقى هنقسمهم على اتنين، يبقى بي بتساوي بي واحد زائد بي اتنين على اتنين. بعد كده الصورتين اللي جايين دول اللي هم موضحين في الفيديو. هنقرب بعد كده نقرب الجسم، نبعد القرابة شوية، نبعده شوية، فطبعا ما تختلف الزاوية. فالنتيجة في الآخر بقى نتيجة الإكس دي لما قربنا الجسم بقى مثلا 30، وبعدين غيرناه تاني بقى 35، وبعدين بقى 40، بقى 45، وكذلك الواي بتتغير طبعا تلقائي بقى مع الإكس، فاتغيرت من 59 ل 45 ل 39 ل 35 تاني. فده يعني مش الحتة دي مش مهمة أوي يعني. نعيد على السكشن بتاعنا بسرعة. أول حاجة احنا قولنا هنتكلم عن الكونفكس لينس. العناصر اللي هنتكلم عنها اللايت ويف فيرجوتس والديفينيشن اوف لينس والكونفكس اند كونكيف لينس، وهنفرق بين الكونفكس لينس والكونكيف لينس. خلي بالك فينا كلمة كونكيف لينس. أول حاجة الهدف من التجربة دي حتة مهمة. أول ما يجيب لك تجربة الكونفكس لينس والكونكيف لينس أو تجربة العدسة، يعني أول حاجة ما يكتبها لها هيقول لك، هيطلبها منك غالبا، يعني هيقول لك الهدف من التجربة ديترمينيشن ذا باور أوف ذا كونفكس لينس، بعد كده اللي هو تعيين قوة العدسة اللايت. بعد كده بقى من خصائص في قلب التجربة، خصائص التجربة، واحنا كده مع اللايت. لايت دي ترانسفير سيلكت ماجنتيك ويف كونستيكوف ماجنتيك فيلد اند ان الكتريك فيلد بريبنديكولار تو اتش اذر. انا عارف يعني ان الضوء ان الضوء يعني عبارة عن ان الضوء يعني عبارة عن موجة كهرومغناطيسية مستعرضة تكون ميال مغناطيسي وميال كهربي متعامدين على بعضها. خصائص الضوء الريفراكشن ريفليكشن انترفيرنس بولاريزيشن ديفراكشن. بعد كده هنعرف العدسة دي قطعة من الزجاج يعني أو ذات تكور أو تحدب في حد سطحها، تحدث انكسارا أو على الأشعة الساقطة على وجهها. ركز في العامل عشان العامل بتاع البايو فيزيكس سهل وسهل يجيب فيه درجات، فلما تاخد 15 درجة بيفرقوا معاك في الفاينل طبعا، بيفرقوا معاك في الجي بي. بعد كده قارنا بالعدسة المحددة بالعدسة المقعرة، وأهم حاجة عرفناها إن العدسة المقعرة دي دايفيرنج العدسة المهدبة. أول حاجة عرفنا، تاني حاجة عرفنا إن الكونجيف لينس ديت دايفيرجنج لينس، والكونفكس لينس دي كونفيرجنج لينس. بعد كده بقى كلامنا لما عن الحاجات اللي بتحصل في العدسة، يعني المركز اللي هو البؤرة والمحور الأصلي والمركز البصري وبعد البؤر والكيان ده كله. بعد كده عرفنا لو سقط الأشعة اللي بتسقط على العدسة يا إما هتبقى موازية يا إما هت يا إما هت هتبقى موازية يا اما هتبقى الشعاع الضوء الساقط، هي يا اما هيبقى يكون موازي المحور الاصلي. لو موازي المحور الاصلي اللي هو رقم واحد ده هينكسر مرة بالبؤر، انما لو انكسر مرة بالمرة لو سقط مرة بالمركز البصري على استقامة دون ان يعني هينفذ على استقامة دون ان يعني اي انكسار. ده رقم اتنين. تالت حاجة مدعاة الشعاع الضوء الساقط مرة بالبؤرة هينكسر من خلال عدسة موازية للمحور الاصلي. وبعدين كلامنا عن ست الحياة بتحصل لو سقط شعاع يعني أو حركنا أو سقط لو عرضنا جسم للعدسة يعني، وكلامنا عن القانون بتاع معادلة الإيكويشن يعني بتاع العدسة، واحد على إف بيساوي واحد على إكس زائد واحد على واي. بعدين طبقنا عملي، وأهم حاجة تعرفها يعني لو ممكن يقولك إثبت إن الواي بيساوي إكس ناقص بي، فهجيبها من القانون بتاع الأولاني بتاع العدسة. أول كانوا خدناه اللي هو واحد على إف بيساوي واحد على إكس زائد واحد على واي، يبقى 100 على F بيساوي 100 على X زائد 100 على Y، يبقى البي بيساوي إكس زائد واي، تعدد الواي الناحية التانية بعكس الإشارة يبقى الواي بيساوي إكس ناقص بي. شكرا لكم جميعا على حسن الاستماع. كده خلصنا مع بعض السكشن الرابع. آسف يعني على الإطالة. ربنا يوفقكم جميعا.